السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الله أن تكونوا بخير وبصحة جيدة. يا ريت بعد إذنكم ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس وتدعمونا بلايك عشان يوصل لكم كل جديد. والآن وفيكم بأسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الأربعاء 18 مايو 2022 ونبدأ. أولا يتم إضافة قيمة يتراوح ما بين 200 إلى 500 جنيه على أسعار الحديد ليصل إلى المستهلك. أما بالنسبة للأسمنت فيتم إضافة من 100 إلى 200 جنيه ليصل إلى المستهلك. وأسعار الحديد كالتالي: سجل متوسط سعر الحديد في شركة عز 19170 جنيه للطن، وسجل سعر حديد بشاي 19100 جنيه للطن، وسجل سعر حديد العتال 19000 جنيه و100 جنيه للطن، بينما سجل سعر الحديد اليوم في المصريين 19100 جنيه للطن، وسجل حديد الكومي اليوم 18900 جنيه للطن، وسجل حديد الجيوشي 18900 جنيه للطن، كما سجل حديد العشري 18900 جنيه للطن، وسجل حديد المعادي 18900 جنيه للطن. كما سجل الحديد اليوم في مصر ستيل سعر 18900 جنيه للطن، وسجل حديد الدخيلة سعر 19170 جنيه للطن، والمراكبي 18900 جنيه للطن، وسعر حديد عطية 19170 جنيه للطن. أما بالنسبة لأسعار الأسمنت، بينما سجل الأسمنت المسلح 1290 جنيه في الطن، كما سجل أسمنت النصر 1265 جنيه للطن، وسجل أسمنت قنا 1265 جنيه في الطن، وأسمنت العسكري 1280 جنيه للطن، كما سجل أسمنت السويدي 1290 جنيه في الطن، وسجل أسمنت المخصوص 1285 جنيه في الطن، كما سجل أسمنت الممتاز 1250 جنيه في الطن، وسجل أسمنت حلوان 1280 جنيه في الطن. وسجلت أسعار الأسمنت المخلوط 1200 جنيه للطن، بينما أسمنت المقاوم بين 1400 و1410 جنيه في الطن. وبهذا قد أوفيناكم بأسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 18 مايو 2022. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.